ازيكم يا جدعان، انا عاملين ايه؟ انا عامل الفيديو ده من كتر الرسائل اللي جايه. يعني انا عملت الموضوع ده، اتكلمت عليه مره، اللي هو الام ام اس 1 والام ام اس 2. ماده الام ام اس ذات نفسها انا اتكلمت عليها قبل كده، وفي ناس دخلت تشتم، وناس دخلت مش عارف ايه، وناس دخلت مش عارف ايه. بس اولا قبل ما ابتدي الفيديو، انا يعني مش بشجع اخذ الادويه او مع شركات الادويه، عشان في واحد يجي يقول لك ايه دي شركات الادويه مش عارف ايه، اللي هم بيقول لك ايه ما تاخدش الام ام اس عشان يبيعوا ادويتهم. تمام، انا ماليش دعوه بتجاره الادويه خالص، او دي اول حاجه. تاني حاجه، لو اتفرجت على فيديوهاتي كلها، او لو انت عارفني او مش عارفني، هتلاقيني اللي انا بنصح الناس تاكل صحي وتاخد فيتامينات واعشاب طبيعيه، وبنصح الناس ان انت ما تاخدش دواء عمال على بطال غير لو عندك حاجه خطيره جدا ومحتاج لها الدواء. اوكي، بس ناس كتير عماله تبعت لي اتكلم على موضوع الام ام اس الام ام اس الام ام اس. تمام، وجهه نظري واللي انا اتكلمت فيها قبل كده في كل فيديوهاتي، علشان تصلح جسم الانسان نفسه بنفسه، انت لازم تاخد الحاجات اللي ربنا خلقها. اولا، في ناس مشهورين، انتوا عارفين ان انا دايما ما بجيبش سيره حد ولا بقول اسماء، بس ممكن المح وانا بلمح. في ناس مشهورة على اليوتيوب والفيسبوك وكده، بيعملوا فيديوهات للصحة والكلام ده كله وكده، والناس دي بتيجي بتتكلم عن الام ام اس، وان هو مادة معجزة، وان هو وان هو وان هو وان هو. اوكي، انا عايز افهمك الناس دي بتتكلم كده ليه، وعايز افهمك ليه الحكومة في العالم منع الام ام اس، وعايز افهمك تاخده ولا ما تاخدوش. ماشي، انا شخصيا لو جالي فيروس او جالي بكتيريا او جالي اي حاجه من دي، انا هعمل النظام اللي انا بتكلم عليه في فيديوهاتي كلها، اللي هو هتبع نظام غذائي صحي. تمام، وهتبع نظام صيام، وهتبع ان انا اخد فيتامينات صحيه اصليه اللي هي تفلتر لي جسم. تمام، حاجات ربنا خلقها، الحاجات اللي كان ربنا خلقها مش متدخل فيها صنع الانسان. طيب، وبرغم اللي انا بقوله ده برضو، ما منعتش الطب خالص، او قلت عن الطب كخه او ما تعملهوش، لان الطب او الادويه او الكلام ده كله انت بتحتاجه في اوقات. يعني واتكلمت على المواضيع دي كتير، اشوفه فيديوهات. يعني قلت لك لو واحد بيعمل عمليه خطر، واحد دخل في حادثه، واحد رجليه اتكسرت، واحد مش عارف ايه، بيتعمل له عمليه، محتاج ياخد بين كيلر، محتاج ياخد تخدير، ما كل دي ادويه. فانت في رحت تعمل سنانك، محتاج تاخد دواء اللي هو اللي هي الحقنه دي، بتبقى دواء اللي هي بتسكن الالم او بتخدرك. تمام، فانا قبل كده عملت لكم كمان فيديوهات، قلت لكم تاخد ايه من الطب، وتاخد ايه من الطب البديل، وتاخد ايه من الطب الصيني. ما علينا، اول فكره خاطئه عن الام ام اس ان هم طلعوا عليه اشاعه، اللي بيروجوا له يعني، او اللي متفشخرين بيه، بيقول لك ان هو الماده اللي بيعملها الجسم ذات نفسه بينتجها، فهو بيزود فيها. انت جبت التخلف ده منين؟ يعني انا نفسي افهم ايه الام ام اس؟ عباره عن كلوراين دايوكسيد وصوديوم سايتريت، صح؟ تقريبا هو كده، تقريبا يعني بالكلام اللي هو ايه المبسط، هم دول المادتين اللي معمول فيه. الكلوراين دايوكسيد اللي هو بليتش، عارف يعني ايه بليتش؟ بليتش اللي هو كلور. انت جسمك بينتج كلور؟ انت جسمك بيعمل صوديوم سايتريت بالطريقه المركزه اللي بتتعمل. الام ام اس بيتعمل فين؟ بيتعمل في معامل، او بيتعمل في البيت، وبتركب تركيبات كيميائيه. وانس اللي انت ركبت تركيبات كيميائيه وخلطتهم ببعض، انت جسمك معرض لاعراض جانبيه كتير. واكتر حاجتين لما بتبقى بتاخد كلور في جسمك، اكتر حاجتين بيتدمروا في جسمك هو ايه؟ الكبد والكلى. هتقول لي مش عارف مين بقاله 10 سنين بيستخدمه، ومش عارف مين بقاله 15 سنه بيستخدمه، ومش عارف مين بقاله كام سنه بيستخدمه. انت لما حد بيجي له تليف في الكبد، او بيجي له فشل كلوي، بيجي له في يوم وليله؟ بتقعد سنين. انت بعد سنين هتلاقي نفسك جالك الفشل، وجالك هو مش من اول ما بتاخده بتعمله، يعني بيظبطك. ماشي؟ ففي حد معروف على النت عمال يتكلم عليه ويقول فيه ومش عارف ايه، وفي حد تاني برضه عنده قناه مشهوره جدا ومش عارف ايه، تقريبا هيتكلم فيه قريب، او ابتدى يعمل تعليقات على المشهور التاني ان هم محتاجين يتكلموا على الموضوع. المشكله في الناس دي ان هم واخدين صيت عالي جدا. انا ما بشوفش فيديوهاتهم كلها، بشوف اجزاء منها، في كلام بيقولوه صح وفي كلام بيقولوه غلط الصراحه. وليه بيقعوا في الغلط؟ علشان هم
مش دارسين او مش عارف تتقال ازاي بالعربي، بيدعوا ان هم دارسين، لكن هم ذات نفسهم هتلاقي في فيديوهاتهم بيقولك ايه، انا قبل ما بطلع اتكلم في موضوع بقعد بالاسابيع وبالشهور وبقعد كم اسبوع احضر اللي انا هقوله واقرا كتير. واقرا تقرا كتير معناها ان انت اساسا مش مذاكر، انت مش عارف. انت جيت النهارده قلت انا عايز اتكلم عن ايه، عن امراض المناعه مثلا، فانت قعدت تقرا عنها وتجيب كتب وتجيب حاجات وتجيب ملخصات وتبص على النت ومش عارف ايه عشان تطلع لك بفيديو تمنتجه ولا ما تمنتجوش وتطلع بيه للناس تقول لهم الكلام اللي انت قريته. عندك معلومات خاطئه في الفاكهه، انت بتقول ابعدوا عن الفاكهه، مش كله فاكهه فاكهه، لكن انت عندك ليه؟ عشان انت مش دارس دراسه صح، انت قاري وخلاص. مش معنى ان انا بهاجم في الكلام ده ان الناس دول كلامهم 100% غلط. انا الناس دي انا بحترمهم اللي هم بيعملوا محتوى وبيساعدوا الناس، وفي حاجات من اللي هم بيقولوها صح، بس مش كل حاجه بتتقال صح، تمام. المهم فكرة ان جسمك بينتج نفس المادة اللي الام ام اس بتتصنع منها ده كلام خاطئ، ان انت جسمك مش بيصنع كلور. انا لو جبت كلور اللي هو البليتش وبليتش صناعي كمان ودلقته على اي سطحية مكتب، يعني احنا في المعامل عشان تنظف بتحط بليتش بتحط كلور، تمام. ليه؟ ان الكلور بيقتل البكتيريا والفيروسات، اي حاجة اتعملت على السطح ده خارجي، يعني انت بتدلق البليتش ده على سطح مش جسم حي. فطبيعي انت لما تدلق كلور على حاجة هتموت اي بكتيريا او فيروس على السطح ده، لكن عشان انت عايز تموت بكتيريا او فيروس جوه جسمك انت تقوم مدخل لها كلور، ويجي واحد يقول لك اصل دي المادة دي الجسم بيصنعها. هات لي حاجة علمية، ما هو مش الكلام بيتقال ويتصدق وخلاص، هات لي ابحاث، هات لي حاجة تقول ان انت جسمك بينتج كلور صناعي. كلور صناعي يعني انت عارف، حتى لو الجسم بينتج كلور طبيعي هقولك ماشي يا عم، لكن كلور صناعي حاجة ضد الطبيعة، حاجة ضد اللي ربنا خلقك عليها. قالها لي كذا مرة، قلتلكوا لما حاجة تكون مصنعة بكيماويات معناها اللي هي مدمرة للجسم، لو هترميها على الأسطح الخارجية، رخامة بقى، مطبخ، حتة في معمل اتدلق عليها دم، أرض في المستشفى، هتعمل يعني هتقتل البكتيريا والفيروس، لكن تدخلها في جسم كائن حي انت بتدمر الكبد والكلى. ليه الحكومة منعها؟ اولا عارفين الحكومات اساسا بوجهة نظرهم تتحرق الناس، مش مهم بقى انت بتاخد فيتامينات، انت بتاخد ادوية، انت بتاخد انا ما يهمنيش، انا يهمني انا بعمل ضرائب وفلوس من وراك ولا لا. ما الحكومة يعني الحكومة لو ما كانتش بتعمل ضرائب من الفيتامينات اللي بتتباع والاعشاب الطبيعية ما كانتش اساسا سمحت للناس تاخدها. طيب ما هتقولي طيب ما خلاص، طب ليه بقى يعني ليه بتوع الصيدلة وليه شركات الادوية وليه الحكومات ما جاش قالك ما احنا كده كده بنعمل ادوية كلها كيماويات بتدمر الناس وبتدمر الكبد والكلى وكل حاجة ليها اعراض جانبية، طب ما انا ادخل لهم الام ام اس، ايه يعني دي اسهل تركيبة في تركيبات الصيدلة، ايه يعني لما احط كلوراين دايوكسيد على صوديوم سيتريت واخلطهم ببعض حاجات ما بتكملش دولار اصلا وابيعها لهم ب50 وب60 وب100 وب200 دولار والناس هتشتريها. بس خلي بالك في مراقبات، يعني في فساد علشان صنع الفلوس من الضرائب او من ورا المنتجات دي، بس في نفس الوقت بالذات في امريكا ومعظم الوقت في اوروبا، يعني الموضوع ده موجود في امريكا اكتر، منظمات وحاجات، ان هم ليهم وجهة نظر برضو عشان عليهم يعني مراقبات، يعني هو اللي يعني عندك هنا الرئيس مش كل حاجة بيقولها هي اللي بتتنفس، في مراقبين عليه. هم عاملين النظام ده في البلاد المتطورة ان يبقى في مراقبة على كل حاجة، بس جالك قالك طب ما نعملها والصيدليات تبيعها والناس هتروح تشتريها، ويبقى شكرا لكل الناس اللي بتروج للام ام اس، احنا عملنا المادة وبنبيعها في الصيدليات، والناس بدل ما تروح بقى على النت ولا تروح، الناس هتروح الصيدلية جنب بيتها تشتريها وخلاص. لكن قالك لا، هي محرمة ان انا بدخلك كلور في جسمك. فلو هم كانوا هيوافقوا ان هم يعملوها جه الناس المراقبين عليهم قال لهم لا لحد هنا وتستوب، انت ده تدمير عام للجسم بطريقة معينة. طيب لو انا خدت مادة الام ام اس دي
هل هتقتل الفيروسات والبكتيريا اللي في جسمي؟ هتقتل نسبة منها. انا ما بكدبش عليك، انا بقول لك الحقيقة كاملة، هتقتل نسبة منها. وطلعت في فيديو وحيدة عملته عن الـ MMS وقلت لك ان هي فعلا بتعالج الملاريا. بس من اللي انا بشوفه من اللي بيحصل من الناس، وبقالي سنة بعمل فيديوهات وناس بتكلمني يعني لما تيجي تبص للفيديوهات اللي انا بعملها وتيجي تبص للناس التانية اللي بتتكلم، هتلاقيني ان انا بنزل لك نتائج تحليل الناس فعلا مشت بكلامي 100% وتحسنوا جامد وبيخفوا او فعلا خفوا. تمام؟ الناس دي عملت اللي انا بقول عليه، ما دخلوش جسمهم حاجة ضد الطبيعة. وتلاقي الناس اللي بتعمل فيديوهات تروج للام ام اس بيتكلموا في الصحة ويكلمك اللي انت تاخد فيتامينات طبيعية، اللي هي مش عارف زهرة المش عارف ايه ونبتة المش عارف ايه وعشبة المش عارف ايه. طب يا ابني هي مش النبتة والعشبة والكلام اللي انت بتتكلم فيه ده من مخلوقات ربنا، حطتها في معمل، حطيت عليها كلور، حطيت عليها مش عارف ايه. تمام؟ طب انت ازاي بتقول كده وبعد كده وتقول الادوية يا جماعة ما تاخدوش ادوية والكلام ده كله، وفي الاخر جاي تقول لي خد لي ام ام اس اللي هو متصنع في معمل او انت بتعمله في البيت، حاطط كلوراين ديوكسيد مع صوديوم سيتريت مع بعض. طيب ناس كثيرة من اللي بتكلمني او اللي هي ماشية على النظام اللي انا بقوله عشان تتخلص من الفيروسات او تتخلص من الكلام ده كله، في ناس في وقت قليل جدا تلاقيها خفت وبعتت لك النتائج او اتحسنت جامد جدا. في حالات كتيرة قوي خفت وبنزل لكم النتائج بتاعتها، ودي مش كل النتائج، ان في ناس برضو بعد ما بتخف ما بتكلمكش تاني ولا تعرفك، هي خدت اللي هي عايزاه وخلاص. حتى ان هو يفيد، يعني هو استفاد من حاجة كانت هتموته، يجي يفيد الناس ويقول لهم خدوا نتائج تحاليل اهي علشان الناس تتشجع، هو ما بيعملش كده، هو خلاص هو نفسه وخلاص. في ناس كده تمام، انك لو بتحط اسم حد ولا مش عارف ايه. ففي ناس كتيرة خفت بالطبيعة، اللي انت هتاكل صح، هتشرب صح، هتصوم، هتاخد فيتامينات اللي هي 100% بيور، فيها تركيبات او معالجة، معمول لها معالجة في مكان معين علشان تتشال منها اي بكتيريا او فيروس او الافات اللي بتبقى في الاراضي او اي حاجة. تمام؟ واخدت حاجة 100% صح وخلصت من الموضوع. الناس بقى اللي ما بتخفش والناس اللي مش عارف ايه، اجي الاقيه مثلا بقاله، في ناس بتقعد شهور عشان تخف، في ناس بتقعد شهور، بس في ناس تانية يجي لك الفيروس قليل قوي، الفيروس قليل قوي ويقعد شهور وما بيخفش. فبعد بقى بتضغط عليه وتقول له يقول لك انا ماشي زي ما انت يا عم، قول لي بس بتعمل ايه، يقول لك الصراحه اللي كنت باخد ام ام اس. وفي ناس، في ناس يعني انا بتكلم على تجربه واللي بيحصل واللي بشوفه، يقعد يلف ويدور ويروح ويجي ويمشي على النظام شويه اللي انا بقوله، وما يمشيش شويه ويروح ويجي لك ومش عارف ايه، ويروح يجرب وياخد كذا وكذا وكذا وام ام اس ومش عارف ايه وبتاع، وفي الاخر بتلفوا وبترجعوا تقول لي اعمل ايه، اللي انا قايله لك في كل فيديوهات، انت مش محتاج تسالني. تمام؟ فمش معنى ان انت خدت ام ام اس وان انت ما جالكش حاجه في الكبد ولا في الكلى دلوقتي، لا انت مش هيجي لك حاجه في الكبد ولا في الكلى دلوقتي، انت مع الوقت هيجي لك حاجه في الكبد وفي الكلى. فلو انت بتاخد ام ام اس، يعني نصيحتي ليك توقفه، تاكل نظام نباتي، تصوم، تاخد فيتامينات عدلة، واتكلمت على كل النظام ده في فيديوهاتي السابقة كلها، يعني تقدروا تخشوا على فيديوهاتي في الصفحة وتتفرجوا على اللي انا بقوله. تمام؟ ومحتاج اللي انت تعمل ديتوكس، تنظف مادة الـ MMS من جسمك، علشان لو قعدت في جسمك كتير هتدمر لك الكبد والكلى. وانا ماليش علاقة بالادوية ولا ببيع الادوية، وتفرج على فيديوهاتي بقول للناس تاكل صحي وتاكل الحاجات اللي خالقها ربنا وتاخد الفيتامينات اللي هي 100% بيور علشان يخفوا من اللي هم فيه. فانا مش تبع شركات الادويه عشان اقول لك ايه ما تاخدش الام ام اس علشان ايه احنا نعرف نبيع. انتوا عارفين انا بشتغل في التمثيل وبشتغل في النوادي الرياضيه مع الفريق الطبي، ماليش علاقه ببيع ادويه والكلام ده كله. تمام؟ فدي نصيحه مني، مش كل كلمتين يطلع حد يقولهم لك على اليوتيوب تصدقهم. تمام؟ صدق ان انت بتبقى متلخبط في كل حاجة، صدق اللي بيديك نتائج وتحاليل. يعني لما تخش على صفحتي وتلاقيني مديلك نتائج وتحاليل فعلا
لما تلاقي تعليقات الناس بتقول لك اه فعلا انا مشيت معاه وخفيت، اه فعلا انا مش عارف ايه، مع ان مش كل الناس بتعلق. انتوا لو كل واحد خف دخل على كل فيديو عملته وقعد يعلق ويقول لك انا اه خفيت، هتلاقي مئات من الناس. لو كل الناس بتبعت لي نتائج تحاليلها هتلاقي مئات، كان زمان دلوقتي عامل مئات من الفيديوهات لنتائج التحاليل قبل وبعد، لكن بتلاقي عشرات. ليه؟ ان مش كله بيبعت. تمام؟ الناس المشهورة جدا على اليوتيوب علشان بيعملوا فيديوهات يقعدوا يعملوا لها مونتاج وصوت وصور ومش عارف ايه وفوتوشوب وبتاع ومايكات علشان يتكلموا ويبقى قاري في الموضوع قبل ما يطلع يقولك، ويقولك انا دكتور فلاني وانا دكتور علاني وانا مش عارف حصل على شهادة ايه وانا مش عارف ايه، والناس تانية تقولك لا انا مش حصل على حاجة بس مش عارف ايه وبتاع، ويجي يقولك اصل انا بقعد اقرا، اصل انا بقعد اقرا قبل الحلقة على كام اسبوع علشان اطلع لكم حلقة نظيفة. هو بيبقى طالع بيقول اللي قاريه وهو مش فاهمه. لا يا حبيبي، انت لازم تكون متخرج من مكان طب صيني، طب بالاعشاب، وعارف انت بتقول ايه وبتعمل ايه، ولما حد يسألك اي حاجة في نفس الوقت تبقى عارف اه ده هيتاخد لكذا وده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، هتاكل كذا ومش هتاكل كذا، هتعمل كذا ومش هتعمل كذا. انت فاهمني؟ فانا انا انا مش فاهم، والناس غلابة بتصدق اي حاجة. فانا معرفش اقول لكم ايه، بس انا كل اللي عايز اقوله في ماده الام ام اس، ويمكن عشان انا مش عايز اطلع اعمل فيديو ولا اتكلم ولا الكلام ده كله، يعني انا دلوقتي بكلمكم وطالع عندي تصوير بعديها. تمام؟ عملت الفيديو من كتر الزن اللي جايلي وايميلات كتيره وبتاع كتيره وتعليقات كتيره، الام ام اس الام ام اس الام ام اس، ولما حد بيقول لك ام ام اس يقول لك ايه، معلش قول الام ام اس حلو وانصح بيه الناس عشان تاخده علشان يخفوا من اللي هم فيه. طب ما كل اللي خدوا الام ام اس رجعوا كلموني علشان يعملوا النظام ازاي، او رجعوا قالوا لي الاجسام المضاده ما راحتش، رجعوا وقالوا لي الفيروس ما راحش، ولو الفيروس راح الاجسام المضاده عمرها ما هتروح بالام ام اس، ولو فضلت مكمل عليه مبروك عليك تليف في الكبد وفشل كلوي. خش قول ايه هو الكلوراين دوكسايد والصوديوم سايتريت، كلور. ما هو مش عشان الكلور لما بدلقه بره على الاسطح بيموت لي البكتيريا والفيروسات، هدخله في الجسم الحي علشان يعمل نفس المفعول اللي بره. لو عمله بنسبه 60-70% ان هو لما هتدخل كلور لجسمك، انا ابقى كداب لو قلت لك مش هيقتل اي بكتيريا او فيروس، هيدمر. بس وهو بيدمر بياخد معاك الكبد والكلى، بياخد معاك الجهاز الليمفاوي، بياخد معاه الاعصاب. انت فاهمني؟ فمش اي حمبومسيس كده، مش اي واحد فتيق ها، ولا فاكر نفسه فقيه يطلع يقول لك كلمتين عنه تقوم مصدقه. وبقولها لك يعني، انت لو دماغك ما بتفهمش، عشان في ناس كتيره بتبقى كده مجرد ما يشوف العنوان يخش يشتم. انت فاهمني؟ لو انت دماغك ضايعه، انا ماليش اي علاقه بالادويه ولا بعالج بالادويه ولا بقول الناس تاخد ادويه ولا الكلام ده كله. تمام؟ وفهمتك ليه الحكومه منعاه. ماشي؟ الحكومه لو كانت شايفه ان منه رجا ومش هيموت ناس وهيجيب لهم مصايب كانوا عملوه باعوه كسبوا فيه. ما هو حاجه كيميائيه واي صيدلي يقدر يركبها عنده في الصيدليه. انت فاهمني؟ في نهايه الفيديو احب اقول لك انت براحتك، يعني انا مش بجبر حد يعمل حاجه. انا الفيديوهات اللي عملتها كانت على تجربة شخصية ليا وناس كتيرة وعن دراسة برضو، وحولت دراستي كلها من طب عادي لطب بديل. تمام؟ فعرفت فعلا ان الحاجات اللي الناس بتخف منها هي انواع فيتامينات معمولة في اعشاب، اللي هي اساسا لما تبص لتركيبتها هتلاقي زهرات نبات انت عمرك ما سمعت عنها، انت عمرك ما عرفتها. ولو الاسم في كذا حد موجود كذا شركه بتعمله على النت، خش في التركيبات بتاعت كل شركه هتلاقي حاجات مختلفه في التركيبات. يعني انت مش في تركيبات انا ذات نفسي عارفها بس ما بعرفش انطقها لحد دلوقتي. انت فاهمني؟ تركيبات كلها من الاعشاب من الزهور. المهم شاور عقلك، ابحث بنفسك. مش اي حد يقول لك ماده الام ام اس هو الجسم بيعملها. طب اثبت لي هي بتتعمل ازاي يعني، واثبت لي صح، مش اللي هو تجيب لي كلمتين وتقول لي امك الكلمتين دول كده. انت فاهمني؟
خلوا بالكم من نفسكم، حافظوا على نفسكم، مش عشان نظام هتمشي عليه هتاخد فيتامينات وهتمشي بنظام اكل وصيام معين هتتعب فيه. المشكله انتوا مش عايزين تتعبوا، المشكله اللي انتوا عايزين تخسوا وعايزين تخفوا وعايزين تبقوا فل الفل من غير ما تتعبوا. واكتر حاجتين يمكن ناس كتيره بتقولها لي، اكتر حاجتين الناس بتبقى بتنبسط بيهم في حياتهم هو الاكل والجنس، انت فاهمني؟ وانت لما بتعمل النظام اللي بقولك عليه انت بتبقى محروم من الاكل، وفي بعض الاحيان بتبقى محروم من الجنس، بس حطها حلقه في ودنك، اتحرم من الاكل والجنس كام شهر وبعد كده ارجع اكل براحتي. بس برضو نظام، بنصحك بنظام صحي، ولو اكلت حاجه مش صحيه تبقى مره كل فين وفين، وامارس الجنس براحتي بقى، انت فاهمني، مع مراتك طبعا او مع شريك حياه واحد، علشان ما تفضلش تلم امراض من كل حته، انت فاهمني. وتاكل زي اللي بيروح يمتحن، بيذاكر الامتحان، بيحبس نفسه كام شهر ولا سنه يذاكر، ولا كام سنه يذاكر علشان يطلع يبقى معاه شهاده كويسه، يشتغل شغلانه كويسه، ما يتعذبش بقيه حياته. غير واحد كسل يتعب في السنه ولا سنتين بتوع المذاكره، ولا كام سنه بتوع المذاكره عشان يبقى حاجه، وفضل طول عمره متشرد. انت فاهم قصدي ولا مش فاهم قصدي؟ اي نجاح كبير او اي تخلص من مرض او اي كلام ده كله محتاج تعب، تتعب فترة معينة من الوقت، تمسك نفسك، تمسك بقك فترة معينة من الوقت وتعمل. وعلى فكرة اللي بيضايقني من ناس كتير تابعوا معايا النظام وخفوا وخلاص فهموا الفولة، فهم ان هو ايه، هيصوم وهياكل اكل نباتي وهياخد الفيتامينات كده مناعته عالية، الفيروسات بتعمل ورايح بقى. يعني انا الصراحة يعني في كذا حد متضايق منهم، وممكن يبعتوا لي بعد الفيديو ده ايميلات او يبعتوا لي على الصفحه يبقوا متضايقين، بس انا ما جبتش اسماءكم، اللي انتوا بتعملوه غلط وانا قلت لكم اللي انتوا بتعملوه غلط. الناس دي خفت، والناس دي من الناس اللي ما بيهمهاش الاكل، او كانت ناس رياضيه وبياكلوا اكل صحي اصلا. الناس دي بتعمل ايه بعد ما خفت؟ بعد ما خفت بياخد الفيتامينات على طول كل يوم، وبيمارس الجنس مع اي واحده يلاقيها، عندها بقى مرض ما عندهاش مرض هي مش فارقه معاه، هو عارف ان هو طول الوقت بيعمل تنظيف وطول الوقت بياخد فيتامينات، فهو نام بقى مع حد عنده ايدز، حد عنده مش عارف ايه، حد عنده البلى الازرق، هو عارف ان اي فيروس هيخش في جسمه في خلال 24 ساعه ل 48 ساعه، عشان هو اصلا بياكل اكل صحي طول الوقت وبياخد فيتامينات هيطلع، وعايش حياته كده يمارس الجنس مع اي حد في اي وقت من غير اي وقاية وعايش حياته. وقلت لهم يا جماعة غلط، يعني انتوا كان عندكم فيروسات وامراض خطيرة وكانت مهددة حياتكم، وربنا عطركم فيا من الفيديوهات ومشيتوا على النظام وكده، وخفتوا بسرعة جدا، ان انتوا نظام اكلكم صحي وما بتاكلوش لحوم، انتوا نباتيين اصلا وبتاع. يقول لي لا، انا عندي الجنس اهم حاجة، انا عندي الجنس اهم حاجة، انا هكمل اخد الفيتامينات طول الوقت وانا باكل اكل صحي وبنضف جسمي على طول وهكمل على كده، وبينام مع اي حد بقى مش خايف دلوقتي. يمكن الناس التانية اللي هي بتخف وتسكت وتقول خلاص مش هعمل كده تاني، الناس اللي هي بتحب تاكل، اللي هو يقولك لا بقى انا همسك نفسي عشان خلاص بقى ما يجيليش فيروس تاني واكل براحتي، انت فاهمني. بس الكام شخصية اللي انا اعرفهم، وانا قلت لكم قبل كده غلط اللي انتوا بتعملوه ده غلط، يعني مش عشان انت عرفت طريقه تقدر تتخلص من اي فيروس في جسمك وانت اساسا قادر اساسا، ان انت طبيعه جسمك او من زمان انت رياضي وبتاكل اكل صحي وما بتاكلش لحوم ولا البان ولا الكلام ده كله، وبتاخد فيتامينات بتقوي لك المناعه، فمش عمال على بطال تقعد تطلب في فيتامينات من الشركه وتقعد تاخدها وانت بتاكل صحي ومش خايف من اي حاجه، اي حاجه بتخش بتطلع منك في نفس الوقت، انت فاهمني. المهم يا جماعه، المهم انا عارف ان الفيديو ده طول، بس ويمكن اتكلمت في حاجات طلعت بيها عن الام ام اس، بس انا كل اللي عايز اقوله لكم، وانتوا عارفين ان انا بفتح الموبايل كده وبكلمكم عادي، يعني كاميرا موبايل ما بقعدش امنتج واعمل والكلام ده كله، مش كل معلومه بتسمعوها على النت صح، والماده اللي بتتعمل بالكلور الجسم ما بينتجهاش، والكلور بيموت البكتيريا والفيروس خارج الجسم لكن ما بيقتلهمش داخل الجسم بالطريقة اللي انتوا فاكرينها، بيقتلهم بس بنسب قليلة وبيدمر الجسم. فانت لما تحب تتخلص من اي مرض تمشي مع النظام الصحي المتكامل، اللي انت ما بتدخلش جسمك اي مواد كيميائية خالص من بره، علشان فعلا تفلتر جسمك اول حاجة،
اول حاجة تفلتر جسمك، تاني حاجة صحتك تبقى احسن، تالت حاجة تخرج من الموضوع من غير اي اعراض جانبية. يعني انا ضد فكرة ان انت علشان تصلح عيب في الجسم او مرض ان انت تاخد له مادة كيميائية تبوظ لك حاجة تاني. هتاخد الدواء الفلاني هيعملك اعراض جانبيه في مش عارف ايه. والناس اللي بتاخد ادويه كتير بيجي لها فشل كلوي في المستقبل. يعني انت لو واحد عمال ياخد ادويه عمال على بطال، يا ترى، وانت شوف مثلا ناس من اهلك او ناس انت تعرفهم كبار عمالين ياخدوا ادويه عمال على بطال، يا ترى الكبد والكلى باظوا مره واحده؟ لا، ده من نعمه ربنا ان الكبد والكلى ما بيبوظوش غير بعد سنين من استهلاكهم جامد. فانت لما بتاخد ام ام اس انت بتستهلك جسمك جامد، انت فاهمني؟ انا قلت كل اللي عندي. انت بقى عايز تكمل تاخد الام ام اس ما تاخدوش، عايز تمشي بنظام اي حاجه، عايز تصدق اي حاجه، الموضوع يرجع لك. انا قلت الموضوع اللي انا مذاكره وعارفه وفاهمه ومقتنع بيه، وانا ما بعملوش على نفسي عشان اقول لك اعمله، انت فاهمني؟ انت براحتك بقى، يلا باي باي.